ومن داخل مطعم سوايه في مول مزار بالتحديد في الشيخ زايد في 6 اكتوبر معاكم خالد زيدان من هتروح فين على بي ان سي فود. ومش كده وبس، ده انا كمان بعمل الكفته بنفسي ودي لاول مره، وسمعت ان الشيف وائل هنا كمان بيقول لي ان هو محضر لي مفاجاه ما جربتهاش قبل كده. تحب تعرفها ولا تحب تدوقها الاول وبعد كده تعرف؟ لا ندوق بعد كده نعرف. نعم. ودلوقتي جه ميعادنا مع اول تجربه في حلقتنا النهارده في شوايه، وانا قلت لكم ان انا جاي اكل، فيا ترى بقى الاكل هيفتح نفسي علشان نجرب تجربتنا ونبداها على طول بورقه اللحمه اللي معانا دي؟ فهم ايه مسلفينها جامد قوي، فاحنا ممكن ايه نفك الكلام ده كله ونعملها كده اهي. اوبا يا خبر، بصوا شايفين الدخان يا جماعه؟ يعني الدخان ده بصوا بصوا اوب 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 اوبا، حلوة قوي الكلام ده اهي. طبعا ايه الدخان ده بيدل انها سخنه جدا، بس انا عايز اقول لكم بقى عقبال ما تبرد كده سنه ان اللحمه دي اولا لحمه كندوز، يعني من السن يعني من الرقبه، فاحنا هندوق حاجه مختلفه وقويه جدا. والجديد بقى هنا ان هم عملوا ايه، ان هم قدموا لي معاها فتوش، وده مش متعارف عليه مع الاكلات الشرقي بتاعتنا لان دي طبعا سلطه لبناني، فاحنا مش هنقيم السلطه لان ده موضوع تاني خالص، فخلينا في ورقه اللحمه اللي معانا دلوقتي. فهنجيب بقى ايه حته كده، هو طبعا ورقه اللحمه دي معموله زي ما قلت لكم اللحمه كندوز ومعاها بصل متقطع، وانا مش عارف ليه ريقي جاري عليها قوي، فهندوقها. وطبعا معانا الرز ابو شعريه بتاعنا المتعارف عليه، فاحنا برضو هناخد معلقه كده علشان نحطهم على بعض ونشوف الطعم بالرز ومن غير الرز هيبقى عامل ازاي. فيلا بقى ايه ناخد كده الصوص بتاعها كمان، لان واضح ان الصوص شايفين شايفين الصوص عامل ازاي، بصوا فشكل الموضوع يعني مبهر. تعالوا تاني، بصوا انا عايز اوريكم شكل ايه اللحمه وتقطيعتها علشان حتى لو حابين تاكلوها بالعيش تتعمل براحتكم ازاي. يلا بسم الله. يعني اولا انا بجد 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 البطاطس مش دابت، يعني والله العظيم هاكلها تاني اهي، مش مصدق. ايه ده ايه ده ده كده ازاي اللحمه بقى، يعني لما البطاطس تبقى عامله كده؟ لا دي لازم تتصور، يعني اللي حصل ده لازم يتصور تاني. ادي حته اللحمه اهي، نبعد دي. بصوا انا ما يعني ما بفكهاش من بعض، انا ما حطيتش اي حاجه اهي، الشوكه اهي، انا بس بسند بيها. بصوا في كده انتوا عارفين احلى حاجه في الطبق ده ايه؟ ان انا مش هقول لكم عن طعم اللحمه عامل ازاي، تعالوا انتوا جربوا وسيبوني بقى ناكل دلوقتي. لما ده يبقى تاني طبق معايا في خروجتي او في شواية النهارده، فيعني يبقى اكيد الاختيار كان صح ان احنا نيجي هنا علشان ناكل بمعنى الكلمه. فهروح على طول لحبيبه قلبي يعني اللي بعشقها، شايفين شكلها؟ شايفين حلاوتها؟ والله العظيم انا ممكن اخد معاها سيلفي اهو، احلى سيلفي اهو اهو. شايفين شكل الحمامه بجد عامل ازاي؟ ايه ده؟ فهي سخنه قوي، وانا بعتذر جدا ان انا هستخدم كل حواسي مش صوابعي بس، لان الموضوع يا جماعه كبير. فاحنا ايه يعني بصوا بقى الريش، ودي ريش ضاني، بصوا شايفين. فانا يعني تقريبا انا هستعرض بس وهدوق بعدين عشان اعرف اكل براحتي. ولا بقى النيفه، دي نيفه يا جماعه والله العظيم. في ايه تاني معانا هنا؟ كفته، كفته دي انا اللي مسيخها، الكفته دي انا اللي كنت مسيخها في اول الحلقه لو فاكرين. ناخد ايه تاني عندنا هنا؟ يا سلام، في حته بقى كباب اهي، عشان كده نبقى عملنا ايه كل الانواع. بس سيبوني بقى اتعايش عشان اقول لكم الطعم.
فخلينا نتكلم عن الرياس الضن. يعني اقول ايه، مش هتكلم كتير، انا بس هعمل لكم دي كده. اوبا يا خبر، ايه ده، مولعه بس تحفه. خش بقى على طول على الصدر، فين الصدر، علشان ده اكتر حته. بصوا عامله ازاي الصدر ده بقى يا جماعه، مهم جدا لمحبي الحمام. وزي ما بقول لكم في كل مره، ان الحمام ليه شكل معين يتاكل، بس الكلام ده في البيت مش هنا او بعد كاميرا يعني. فاحنا برضو لازم ناخد حته اهي. صدرها مليان قوي، فنفصل بايه بقى عشان نقدر ندوق كل الاطعمه الجميله جدا دي؟ بويسكي الغلابه. طب يعني بجد في مكان بيعمل كده، يقدم مشويات وجنبه الصول فظيع ده؟ هو انا ينفع اخد بقيه الاكل تكاوي صح؟ ينفع اكيد يا شيف. ايه ده؟ لا العرق، العرق، لون الملوخيه. تسلم يا شيف، شكرا. يعني بصراحه يا جماعه انا احترت، انا احترت اخد ايه ولا اعمل ايه، بس يعني ممكن ناخد حته ملوخيه كده سريعا. والعيش، برافو عليك، نشكر اسلام جدا يا جماعه، لان العيش ده بيتعمل بس هنا في شوايه، العيش ده هم اللي بيخبزوه بس. فدي لازم نقول لاسلام شكرا ان هو فكرنا بمعلومه العيش. وبجد انا عايز اكل بقى وما اتكلمش خالص الفتره اللي جايه دي. فخلينا ايه، ندوق الكفته. كفته حكايه، ونيفه حكايه، وكل الاكل مليون الف حكايه. فانا بصراحه شهادتي هتبقى مجروحه في الاطعام، يعني في كل الاصناف دي. فانا بقول تابعوني عشان تعرفوا الطعم كان عامل ازاي. قلت لكم في البدايه ان الشيف وائل محضر لنا مفاجاه، واحنا شفنا مع بعض دلوقتي المفاجاه كانت ايه؟ كانت فخده محشيه، ولسه ما عرفناش الحشوه يا شيف، صح؟ اكيد انت عايز تعرف طبعا الحشوه. انا بقول لا، اما اجربها ولا هتفاجئني وتطلعها؟ انا ممكن افتحها لك دلوقتي واعرفك الحشو بتاعها. طب يلا بينا. بس انا عارف ان دي فخده بتلو. لا دي ضاني بقى، فخده ضاني، بعتذر جدا. ايوه اوبا، انتوا لو شامين الريحه معايا. محشيه ورق عنب، محشيه ورق عنب. اسمح لي بقى ايه، اتفضل ادوق ورق العنب كده، واحنا كده كده هندوقه تاني بره، بس هيبقى اقوى. طيب عقبال ما ادوق ورق العنب ده يا شيف، كلمني اكتر عن الفخده الضاني وحشوها اللي هو بورق العنب. هي فكره الفخده الضاني بالورق العنب ديت، ان انت تسوي الورق العنب بنكهه الضاني باللحمه نفسها مع تسويه اللحمه، بتغير لك بتست الورق العنب. يعني ده ما كانش نص سوا وانت حطيته الاول؟ لا ده سوا، ده ني خالص، ني في ني كله. ني وهي شربت من الفخده، هي ني كله، دخلت ني في ني كله بتاعتها. اه بالظبط كده. انا عايز اقول لك ان ريحه الورق العنب، وانا من عشاق بقى مش ورق العنب، يعني بص انا النهارده خروجتي في شوايه، انا بصراحه جاي اكل، وانا دي المفاجاه اللي انا محضرها، جايين ناكل بس. يعني احنا خارجين خروجه اكل النهارده ده اولا، ودي كانت ايه جزء من المفاجاه اللي الشيف وائل محضرها معانا. قال لي برضو على حاجه ثانيه محضرها، بط بالبرتقال. فانا عندي سؤال واحد بس للشيف وائل في البط بالبرتقال يا شيف، ان انت بتحط الجرنش بتاعك برتقال من فوق وحاجات كده وبس، ولا بتبقى محطوط صوص البرتقال نفسه في التسويه؟ لا هو حضرتك، انا دلوقتي الفكره البط البرتقال ان انا بشبع البطايه بصوص برتقال، بعصير البرتقال، واسيبها لحد لما تاخد الجوس بتاعها، التست بتاعها، وبعد كده برجع اسلقها عادي طبيعي جدا. هي خلاص خدت الجوس بتاع البرتقال، وببدا بعملها بعد كده بشويها على الشوايه، وببدا اشغل اعمل صوص البرتقال، وانزل من الشوايه البطه تاخد صوص البرتقال، بيبقى كلها يعني بقى. بصراحة ريحة الفخدة وطعم الورق العنب مع كمان بقى شوية الطحينة اللي أنا دقتهم كمان من شوية اللي هم مالهمش حل. الشيف وائل يا جماعة بيعمل في شواية شوية طحينة، أتحدى أي مكان بيعملها زيه. فإحنا على طول هنطلع بقى نجرب إيه تجربتنا في التحدي التاني بتاع الأطباق مع الفخدة، وأكلمكم عنها أكتر. ماشي يا شيف؟ اتفضل يا فندم، وأنا هجهز لك كل الأطباق بتاعتك. ماشي حبيبي يا شيف، ميرسي جدا، بعد إذنك.
اتفضل. وعلى طول في تحدي الاطباق التاني دلوقتي معانا الفخدة الضاني اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها وشفناها قبل ما تتعمل وبعد ما اتعملت، فاحنا واحنا بنجربها كده مع بعض وهي يعني ما شاء الله يعني بص مش بتتقطع، ده يعني يا سيف وائل مش عارف اقول لك ايه بصراحه. كان عندي بقى سؤال مهم جدا واحنا بنجربها، ان عامه اي حد في البيت بيجرب ان هو يعمل فخدة ضاني يعني بنلاقي الفخده كانت قد كده هوب بقت قد كده، لكن هنا في سوايا ما شاء الله الفخده لسه محتفظه بحجمها وكل حاجه. السر هنا فين؟ في الربطه اللي الشيف وائل ربطها علشان يعملها كده ويكون جواها كمان ورق العنب. فخلينا بقى ندوق وما نتكلمش. يعني بجد نفسي تشوفوا الناس ورا الكاميرا عامله ازاي، وبالتحديد شخص معين هيموت وياكلها لان ريحتها وطعمها ايه ده. مش هكلمكم بقى عن التسويه، مش هكلمكم بقى انها ناقصه ملح زايده ملح عايزه ملح اي حاجه من الحاجات دي. الفخده ما فيهاش ولا كلمه، الفخده مش تقيله يا جماعه وده حاجه جديده جدا. تقطيع بص والله عظيم نفسي كل الناس اللي بتتفرج دلوقتي تبقى قاعده مكاني، مش قوي يعني. طبعا شهادتي مجروحه في الطحينه اللي بتتعمل لان دي برضو من اقوى الحاجات، وحقيقي الطحينه او السلطات عامه في اي مكان مشويات هي حاجه مهمه، مش حاجه كده يعني صايد، لا دي حاجه مهمه جدا. اقول ايه يعني جربتها قبل الطحينه وجربتها بعد الطحينه، مش بقت احلى دي بقت اجمل اصلا يا جماعه. دي عايزه تتاكل كده بالعيش مش بشوكه وسكينه ولا اللي انا بعمله ده خالص. بصوا اللون، فاللون ده بقى بيخلينا نعرف ان الحيوان ده واكل اكل نظيف مش اكل اي كلام ولا ايه. بس واتقطعت بمنتهى السلاسه والسهوله. ورق العنب، نسينا ورق العنب. بس احنا كنا دوقناه قبل كده هايل بصراحه. ومن الفخده لايه؟ للبطه. وطبعا دلوقتي معانا البط بالبرتقال مع الرز الاحمر وعليه من فوق زبيب ومكسرات، وده شكله اصلا يفتح النفس قوي. بصوا عامل ازاي. وكمان جايبين لي هنا شويه صوص برتقال علشان لو حبيت ازود على الرز مش على البط. فاحنا على طول بقى ايه هنعمل فاهمين، وهناخد الصدر ويعني الريحه قويه قوي والتسويه باين عليها انها عالميه. يا جماعه شوايا ده طلع ما بيهزرش. بصوا اوبا استنوا عشان نلغوص براحتنا، هنعملها كده اهي دين 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 دين. انا بعكسها اوب. تعالي بقى يا بطه هنا اهو، شايفين شايفين حلاوتها وطعمتها. يا سلام. والبطه دي شكلها حلو علشان بتتقطع كويس. واحنا كمان دلوقتي هنشيل بقى ايه الجلد ده، انا مندمج قوي وريقي بيجلي مع الاكل وبصراحه ريحه الاكل فتحي نفسي جدا، فانا بس ايه اشوقكم كده شويه زياده. شايفين بصوا عامله ازاي. فاحنا ايه هناخدها على طول بصوص البرتقال كمان زياده اهو. بستطعم بستطعم يا عم اسلام بستطعم. هقول ولا ما اقولش؟ هقول هقول ان بجد البطه يعني احلى من اللي باكلها في البيت بمراحل، وان البطه دي صغيره ولحمتها حلوه قوي قوي يعني، ده قوي دي كلمه قليله. فانا المفروض ان انا بدوق، بس هدوق تاني. واللي شدني بقى اكتر
ان صوص البرتقال هنا الطبيعي بتاع البرتقال ان هو ايه بيبقى لاسع، لكن هنا معاها جوسي قوي متشبعه بالبطه جدا، طعمها بجد هايل. تعالوا جربوها، يعني الفخده والبطه لحد دلوقتي على وضعهم. اللي بعده ومن تراث شوايه حبيت انقل لكم باقي التجربه بتاعتي النهارده في شوايه، فاحنا دلوقتي كمان هنجرب الكسكسي الحلو، وده يعني بصراحه انا عمري ما جربته بره البيت لاني بقلق جدا من حته الاكل وحته الحلويات بالتحديد، وكمان الكسكسي ده من اكتر الحاجات اللي بتبقى مقلقه، بس هنا في شوايه احنا دخلنا المطبخ واطمنا على كل حاجه، ودلوقتي كمان هنطمن على الطعم الحلو مع بعض، وده مش في كل الاماكن اللي بتقدم حلويات شرقيه بيكون عندها كسكسي. ومع طبق الكسكسي معاه طبعا هنا في السكر بتاعه للي بيحبوا يحطوا سكر كتير، وانا واحد منهم، ومعاه كمان المكسرات كلها اللي انتوا تقدروا تستخدموها. غير كده بقى عايز انقل لكم باقي التجربه من شوايه برضو، زي ما انتوا شايفين ده المنيو بتاعهم. المنيو اولا شكله شيك جدا وحلو قوي ومختلف وسهل، يعني اكتر حاجه عجبتني ان هو ما فيهوش ورق كتير، وده اللي هوريه لكم دلوقتي مع بعض. فيلا بينا على طول نستعرض مع بعض الاسعار اللي هنتكلم فيها او المعروف عند شوايه. طبعا هما بيقدموا جميع انواع الشوربه، فبتتراوح من 25 جنيه ل 40 جنيه، كل انواع الشرب موجوده هنا. غير كده عندهم السلطات، وبالتحديد احدد لكم سلطه الطحينه في حياتي ما دقتها في مكان زي شوايه، فالسلطات كلها بتبدا من 15 جنيه لحد 20 جنيه، اما بقى المقبلات او الابيتايزر زي ما احنا بنقول عندهم حواوشي وده مش موجود عند حد، بتبدا من 30 جنيه لحد 100 جنيه، وبتبقى اغلى حاجه في المقبلات هي الكبده الاسكندراني. نخش بقى على طول لايه؟ للطواجن. الطواجن معروف عنها انها بتتعمل تورلي ورز معمر بالحمام وحاجات كتيره جدا بيعملوها هنا في شوايه على احسن واجود الطعم، بتبدا من 40 جنيه لحد 125 جنيه. نيجي بقى للاطباق الجانبيه اللي هي السايد ديشز، بتبقى زي رز بالكبده او سباكيتي او كل الاطباق الجانبيه دي، بتبدا من 15 جنيه بالتحديد لحد 35 جنيه. نيجي بعد كده للأطباق الرئيسية اللي احنا جربنا منها الفخدة وجربنا حاجات قوية جدا فيها، بتبدأ من 30 جنيه لحد 200 جنيه. نيجي طبعا للمشويات وده بالكيلو، تبدأ مثلا بكفتة الفراخ وتنتهي بالنيفة من أول 140 جنيه لحد 380 جنيه، وده بسعر الكيلو. نيجي لأطباق المشويات، وطبعا الشواية اللي احنا شفناها في أول حلقتنا النهاردة والبط بالبرتقان، وده كان برضو من أحلى الحاجات اللي جربتها في شواية أو جربتها في مطاعم كتير بصراحة، فكانت مميزة جدا هنا عندهم، بتبدأ بقى من 80 جنيه لحد 160 جنيه. ونيجي عند كده للمشروبات اللي هي سخن وبارد، وعندهم كل الحاجات دي بتبقى من 20 جنيه لحد 30 جنيه، أما الحلويات كلها من 20 جنيه لحد 40 جنيه. ودلوقتي سيبوني بقى أدوق الكسكسي ونتقابل كمان شوية. زيارتي في شوايه خلصت، بس عايز اكد عليكم ان شوايه في مول مزار في 6 اكتوبر بالتحديد في الشيخ زايد. التجربه كانت بالنسبه لي مثيره جدا وحلوه جدا، لان انا لاول مره جربت ان انا سايخ كفته واعمل حاجات كتيره جوه المطبخ ما كنتش جربت اعملها قبل كده، والاحلى من ده كله ان انا فعلا اكلت اكل مميز جدا 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 في كل الحاجات اللي جربتها. علشان كده بقول لكم تعالوا جربوا هنا، الاكل كله في شوايه كان مميز، واستنوني في ويك اند جديد ومكان جديد من هتروح فين مع خالد زيدان على بي ان سي فود.